كان لي مبلغ من المال خصصته لشراء قطعة أرض، فاتفقت مع البائع على السعر وأعطيته عقوبون. كان لي مبلغ من المال خصصته لشراء كان لي مبلغ من المال خصصته لشراء قطعة أرض، فاتفقت مع البائع على السعر وأعطيته عربونا، إلا أنه سافر وحال الحول على المبلغ. يقول هل يجب علي إخراج الزكاة فيه؟ أي نعم، هو ما زال على ملكك، ما زال على ملكك، تزكيه إذا حال عليه الحول. نعم.